بسم الله الرحمن الرحيم. التشفير Encryption، الجزء الأول، الدرس الأول، المقدمة عن التشفير. سوف نستخدم ابتداء كمراجع لهذا الكورس واحد من أشهر الكتب في موضوع أمن المعلومات وأمن الشبكات لمؤلفه ويليام ستارينجز. هذا الكتاب اسمه Cryptography and Network Security. الآن هو الطبعة السادسة، فينا نستخدم الطبعة الخامسة أو الطبعة الرابعة أو ما قبلها. كمان في مجموعة من المراجع وأهمها اللي هي الويكيبيديا. قبل ما ندخل في موضوع التشفير وندخل في تفصيلات التشفير، نعرف آليات التشفير وطرق التشفير، لابد من المرور على بعض التعريفات الأساسية حتى نعرف هذا التشفير أين يقع في موضوع أمن المعلومات. لأن ما هو أمن المعلومات؟ أمن المعلومات، المقصود في أمن المعلومات اللي هي مجموعة من الإجراءات والخطوات والبرامج التي نقوم بها ونعتمد عليها حتى تحفظ لنا البيانات من الاعتداءات ومن الدخول غير المسموح به وغير المصرح به. وإحدى هذه الخطوات التي نقوم بها وإحدى هذه الإجراءات التي نقوم بها هي التشفير، أي التعمية، أي أن نقوم بتحويل النصوص المقروءة أو الصور المقروءة والمشاهدة أو الصوت المسموع والمفهوم إلى صيغة أخرى لا يستطيع أحد الوصول إليها إلا بمعرفة خصائص التشفير وكيف تم هذا التشفير. يعني أمن المعلومات مهم جدا في حياتنا المعاصرة وفي الحياة العملية الحاضرة، لأن حياتنا بدأت تعتمد كثيرا على موضوع التقنية وعلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأمن المعلومات يتكون من مجموعة من العناصر. العنصر الأول اللي هو السرية أو ما يسمى بالconfidentiality. السرية أو الconfidentiality، how to maintain to achieve the confidentiality، كيف نحافظ على السرية. واحدة من الطرق التي نحافظ فيها على سرية البيانات أو المعلومات هي من خلال التشفير. إذن التشفير، نستطيع أن نقول أن التشفير هو عنصر أساسي يؤمن لنا خاصية السرية. التكاملية، مما يعني كيف نقوم بتخزين بيانات ونتأكد أن هذه البيانات لم يتم التعديل عليها. يعني حطينا مجموعة من البيانات على هارد ديسك وخزناها لفترة طويلة، خلال هذه الفترة هل تم التعديل عليها من ناس موثوقين أو من ناس هاكرز؟ هذا يسمى بالتكاملية. بالإضافة لذلك، التكاملية عندما نقول بنقل بيانات من مكان إلى مكان، هل تم التعرض لهذه البيانات والتعديل عليها؟ ما يسمى بالإنتجريتي. العنصر الثالث اللي هي availability أو التوافر، أن تكون البيانات متوافرة عند طالبها أو أن تكون الأجهزة والشبكات متوافرة عند طالبها. لأن السرية مهمة جدا لأنها قد تدخل في التكاملية. السرية مهمة جدا لأنها عنصر من عناصر أمن المعلومات. التكاملية عنصر والتوافر عنصر مهم. التشفير بحد ذاته مهم جدا لأن التشفير يدخل في السرية والتكاملية والتوافر. لهذا السبب يركز العلماء كثيرا، علماء أمن المعلومات ومن يدرس هذه العلوم، يركز كثيرا على موضوع التشفير. لأن المعلومات أو المعلومة، ما هي المعلومة وما هو الفرق بين المعلومات وما هو الفرق بين المعلومات والبيانات، ولماذا نحتاج إلى المعلومات والبيانات؟ لأن عندما يكون لدينا مواد خام أو نسميها raw data، البيانات المتوفرة بين أيدينا نسميها معطيات. يعني على سبيل المثال، لو كان لدينا شخص، هذا الشخص يحمل اسم، تاريخ ميلاد، ويحمل جنسية والجنس، ويحمل شهادة دراسية، هذه بيانات، هي معطيات أولية. لأن عندما نقوم بعمل معالجة على هذه البيانات تصبح معلومات. يعني لو كان لدينا سجل يحتوي على بيانات 1000 شخص، نستطيع الآن أن نقول
أن 500 من هؤلاء الألف شخص حاصلين على شهادة الثانوية العامة، أن 600 من هؤلاء الأشخاص إناث، 400 منهم ذكور. هاي البيانات التي قمنا بمعالجتها أصبحت معلومات. إذا يكون لدينا بيانات تجري عليها معالجة تصبح الآن معلومات. كل هذه الخطوات وكل هذه المستويات في المعلوماتية مهمة جدا ولا بد من المحافظة عليها. مثال، قد يكون لدينا في دائرة الهجرة والجوازات بيانات أناس يقدمون إلى الدولة. هذه البيانات مهمة جدا وهي بصيغتها في البيانات الأولية، ومهمة جدا كمان عندما يتم عملها على شكل جداول، إجراء معالجات عليها ونستعرضها على شكل جداول عندما نحولها إلى معلومات. إذا هاي البيانات وهاي المعلومات مهمة جدا، فالتشفير يهمنا في موضوع البيانات الأولية والمعلومات. بعد أن يتم تحويل البيانات إلى معلومات، تبقى السرية والتشفير مهم جدا، أحد عناصر أمن المعلومات. التطور الزمني للتشفير أو لأمن المعلومات، أكيد كان التطور الزمني أو حاجة الإنسان إلى السرية والخصوصية وحاجة الإنسان إلى تكاملية البيانات وتوافر البيانات عند طلبها منذ القدم، يعني كانت منذ الفراعنة وما قبل الفراعنة ومنذ الأزل ومنذ التاريخ. لكن الذي اختلف في متطلباتنا ومعطياتنا الحالية هي كيف نقوم بتوفير العناصر الأمنية المطلوبة لأمن المعلومات ونواكبها مع التطور التكنولوجي. في الماضي يمكن كان بكفينا أنه نقوم بعمليات تشفير أو تغطية للبيانات الموجودة عندنا بعناصر وطرق بدائية، لأنه عملية تفكيكها كانت سهلة جدا، بس بنفس الوقت كانت تأخذ وقت طويل جدا. لهذا السبب كان بيعتمد في موضوع قوة التشفير على عنصر الزمن، المراهنة كانت على عنصر الزمن. الآن مع وجود أجهزة الحواسيب المتقدمة والسريعة جدا، إذا موضوع الزمن أصبح متلاشي وليس بالحسبان. فلهذا السبب لابد من الاعتماد على خوارزميات وعلى طرق تشفير. هذه الخوارزميات وطرق التشفير تكون معقدة، بحيث أنه عملية التشفير، فك التشفير لمن لا يملك المفاتيح الخاصة للتشفير، قد تأخذ منه آلاف السنوات. في بعض الخوارزميات إن قمنا بتشغيل جهاز كمبيوتر لفك التشفير عليها قد يأخذ 400,000 سنة. فهذا يعتبر يعني شبه مستحيل فك مثل هذه الخوارزميات ومثل هذا طرق التشفير هذه. لأن كونه أصبح العالم عالم مفتوح وفي تبادل للبيانات والمعلومات على مستوى العالم بشكل ملايين من الرسائل الإلكترونية يتم تبادلها بشكل يومي، ملايين من الوثائق يتم تبادلها بشكل يومي، ملايين من الأموال يتم تبادلها بشكل لحظي، كل هذه العمليات تتم بشكل إلكتروني. من لهذا السبب برزت الحاجة أن يكون لدينا طرق تشفير، وهذه طرق التشفير تحافظ على عناصر أمن المعلومات المطلوبة في التراسل الإلكتروني. وإذا أضفنا ذلك أن الأموال أصبحت أموال إلكترونية، يعني عمليات البيع والشراء أصبحت تتم من خلال الإنترنت، كما أن عمليات البيع والشراء تتم من خلال الإنترنت، فإن هنالك عمليات احتيال تتم من خلال الإنترنت، عمليات تزوير تتم من خلال الإنترنت، والجيوش والمنظمات والشركات الكبيرة والمؤسسات تحتاج لتتبادل معلوماتها وبياناتها. الآن تبادل هذه المعلومات يكون معرض بين فترة وبين أخرى إلى ناس متطفلين. هؤلاء المتطفلون قد يأخذون هذه البيانات ويقومون بإجراء تعديلات عليها. لأن التعديل على هذه البيانات في عدة أشكال وعدة طرق. لهذا السبب حتى نستطيع أن نفهم كيف يتم التعديل على البيانات وعلى المعلومات الموجودة في الإنترنت أو في شبكات الكمبيوتر أو في التراسل أو في الاتصالات، تم تقسيم طرق الاختراق إلى نوعين، أو أنواع المخترقين إلى نوعين. النوع الأول اللي بسموه الهاكرز، والنوع الثاني بسموه كراكرز. الهاكر اللي هو الاختراق الأولي،
يعني الشخص الذي يقوم بالدخول إلى المواقع ولا يحدث تأثير ولا يحدث أي أذى إلى الشبكة أو إلى جاهزية البيانات، فقط يطلع ويراقب، هذا هو نسميه هاكر، وهي الخطوة الأولى بحيث يصبح الشخص ينتقل إلى الخطوة اللاحقة ليصبح كراكر. بالرغم من أن هذه العملية الهاكينج يعني لا تؤذي الشبكات، إلا أنها ممنوعة بموجب القانون، وذلك أنه قد شخص يستطيع الدخول إلى كمبيوتر شخص آخر ويطلع على الصور العائلية، أو يطلع على أسرار شركة، أو يطلع على رقم الفيزا، أو يطلع على بعض الأمور الخاصة، وثائق خاصة هو لا يجري أي تغيير عليها، لكنه طلع، يعني السر الذي تحتفظ فيه أصبح مكشوفا. لهذا السبب الهاكرز ممنوعين بموجب القانون، لأن القانون الأخلاقي، القانون السماوي، القانون الوضعي، أي قانون هو ممنوع، وهذا العمل غير مرحب به ويعاقب عليه القوانين حتى في الدول، والقانون العالمي يعاقب على عمليات الاختراق بكل أشكالها، سواء كان الشخص المخترق هاكر أو كراكر. لأن الكراكر هو الشخص الذي يقوم بعملية الاختراق ولكنه يحدث أثر، هذا الأثر تخريبي على الأغلب، أو يحدث أثر تدميري على النظام، أو قد يقوم بتعطيل الأجهزة أو التغيير على البيانات. هذا النوع خطير جدا، وبالعادة هذا النوع يقوم به منظمات، كما في منظمات وعصابات منظمة على الحياة العملية، يوجد عصابات منظمة تقوم بعمليات الاختراق من أجل التخريب والاختراق من أجل السرقة. فبعض الأشخاص يقومون بالاختراق، بيعمل هاكينج، بيجيب رقم البطاقة الائتمان، ومن ثم بيعمل كراكينج. فالكراكينج اللي هي عملية التغيير على البيانات. الآن طرق الحماية، قبل أن نفكر في طرق الحماية الشبكات لابد أن نفكر ما هي الطرق السليمة لحماية أنفسنا بشكل عام، الأجهزة، البيانات، المعلومات. هنالك 5 طرق أساسية. الطريقة الأولى اللي هي التشفير، الطريقة الثانية يعني قد نستخدم التشفير، قد نستخدم الحماية بالبرمجيات تسمى software control، ومن الأمثلة عليها اللي هي استخدام intrusion detection system، نظام تعقب المتطفلين، أو firewalls، أو نستخدم login باستخدام اليوزر نيم والباسورد. الطريقة الثالثة اللي الحماية بالأجهزة والمعدات. الحماية بالأجهزة والمعدات قد يكون من خلال أكسس كارد، أو قد يكون من خلال فاير وولز. الطريقة الرابعة اللي هي السياسة الأمنية. السياسة الأمنية مفروض أنه كل مؤسسة، كل شركة، كل مدرسة، كل جامعة، كل organization أن تضع لها ما يسمى بالسيكوريتي بوليسي. في هذه السيكوريتي بوليسي يتم وضع ما هي الأسس المسموحة وما هي الأسس غير المسموحة، وما هي الإجراءات المسموحة أن يتم عملها في هذه المؤسسة، وما هي الإجراءات غير المسموحة في هذه المؤسسة. وآخر نقطة اللي هي الحماية التقليدية الفيزيائية، بمعنى يعني لدينا لابتوب، بدل أن نقوم بعملية قبل أن نقوم بعملية التشفير والحماية بالبرمجيات والحماية بالأجهزة والمعدات ووضع السياسات الأمنية، نقوم بحماية هذا اللابتوب، يعني أقل ما في الأمر نضعه في مكان لا يمكن الوصول إليه. هذه اللي يسمى الفيزيكال سيكيورتي. بالفيزيكال سيكيورتي الأبواب والشبابيك وطرق الدخول الآمن وكاميرات المراقبة والأضوية والإضاءة والأسوار، كلاب الحراسة كمان، هذه كليتها بنسميها احنا الفيزيكال سيكيورتي. هذه العناصر الخمسة هي طرق الحماية من المخاطر بشكل عام. راح نركز على الطريقة رقم 1 اللي هي التشفير فقط لا غير، لأن الطرق الأخرى بحاجة إلى محاضرات مكثفة وبحاجة إلى وقت طويل حتى نقوم بتغطيتها. التشفير أو الإنكريبشن، التشفير باللغة العربية يسموه التشفير أو التعمية. التعمية الآن باللغة الإنجليزية بيسموه encryption أو ciphering. الإنكريبشن مأخوذة من كلمة اللي هو كريبتوغرافي، كريبتوغرافي
وتعني الكتابة السرية. سايفرينج يقال إنه مأخوذة من الكلمة العربية اللي هي الصفر، وأي شيء تكون قيمته صفر يعني لا قيمة له. فلو أخذنا نص مقروء وحولناه إلى قيمة صفرية، يعني مفيش له أي قيمة، بمعنى أنه هذا النص حولته إلى نص آخر غير مقروء، تصبح القيمة لهذا النص أصبحت صفرا. فمن هون أخذوا الاسم سموه السايفرينج. التشفير هي عملية تحويل المعلومات أو البيانات من نص مقروء إلى صيغة غير مقروءة إلا لمن يملك معرفة خاصية أو مفتاح خاص لإعادة تحويل النص المشفر إلى نص مقروء. إذا هاي البيانات الموجودة لدينا أو المعلومات التي تكون مقروءة، إذا قمنا بتحويلها إلى صيغة غير مقروءة، عملية التحويل هذه يجب أن تكون تعتمد على أسس، يعني عملية التحويل يجب أن يكون لها عكس للتحويل اللي هو فك للتشفير. فك التشفير هي عملية استخدام المفتاح لإعادة النص المشفر إلى صيغته المقروءة الأصلية. يعني أن نقوم بعملية التشفير وفك التشفير حتى نستطيع أن نسمي عملية التشفير أو عملية متكاملة أو عملية ناجحة. يجب أن يكون التشفير قابل لأن يفك، أما إذا قمنا بعملية تشفير ولم نستطع أن نفك هذا التشفير فيكون ما قمنا بعمله هو طلاسم بالنهاية. أنواع التشفير، يوجد نوعين أساسيين من أنواع التشفير. النوع الأول اللي بنسميه اللي هو التشفير الكلاسيكي أو التقليدي Classical Encryption، والنوع الثاني يسمى التشفير الحديث أو المودرن إنكريبشن. الآن التشفير الكلاسيكي يعتمد على خاصيتين أساسيتين أو طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي عملية تبديل الأحرف، يعني substitution، نقوم بتبديل حرف مكان حرف آخر. يعني حرف الـ A ممكن نعمله حرف Z، حرف Q ممكن نعمله حرف N، هاي عملية تبديل. أما الطريقة الثانية اللي هي مسميها Transposition أو Permutation، اللي هي إعادة ترتيب الأحرف، إعادة وضع الأحرف في مواقع أخرى. يعني كلمة Hello لو أعدنا ترتيبها بحيث تصبح O H L E L، بنشوف انه عدد الاحرف نفسها لكن مواقع هاي الاحرف اصبحت مختلفة. هاي التكنيك اللي هون بنسميها Transposition، وهذا التكنيك اللي بدلنا في حرف اخر يسمى Substitution. كل طرق التشفير التقليدية تعتمد على هاتان الطريقتان، اما بتسوي Substitution او بتعمل Transposition. التشفير الحديث هذا التشفير يعتمد على عمليات تشفير معقدة نوعا ما، وتعتمد على مفتاح للتشفير. لدينا مفتاحين أو نوعين من المفاتيح. في مفتاح يسمى سيمتريك، متناظر، بمعنى أنه النص الذي يتم تشفيره بمفتاح يتم فك التشفير بنفس المفتاح، يعني مفتاح التشفير نفسه يستخدم في التشفير وفك التشفير، هذا يسمى سيمتريك أو تناظري. من الأمثلة عليه اللي هو خوارزمية مشهورة جدا اللي تسمى DES Data Encryption Standard أو الـ AES، هذول يعني من أشهر الخوارزميات الموجودة لغاية الآن في السيمتريك. النوع الآخر اللي هو الأسيمتريك يستخدم مفتاحين، مفتاح عام ومفتاح خاص. من أشهر الخوارزميات عليها يسمى الـ RSA. هاي الخوارزمية الـ RSA تستخدم المفاتيح اللامتناظرة، يعني مفتاح للتشفير ومفتاح آخر لفك التشفير. هناك فرق ما بين هاي الأنواع، لكن في البداية رح نغطي الآن التشفير الكلاسيكي ونأخذ أمثلة ونوضح أهم مكونات هذا التشفير
الكلاسيكي اللي راح يكون مع الدرس الثاني. وشكرا لكم.